ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل الموزه بطريقه حلوه جدا في الكيس الحراري. هنقدمها مع رز بشعريه وكمان هنحط معاها خضار. بجد وصفه حلوه جدا جدا، ريحتها تحفه، طريقتها سهله قوي قوي قوي. اتمنى تعجبكم وتابعوا معايا الفيديو. ما تروحوش في حته. بتاعتنا النهارده دي لحمه موزه، اللي هي عرق موزه يعني، دول يعتبر كيلو ونص تقريبا. معايا على الكيلو ونص دي نص معلقه صغيره من السبع بهارات، دي التوابل اللي احنا هنتبلها بيها، معلقه صغيره من البابريكا وملح وفلفل. لو عندك ثوم صحيح يبقى كويس، انا ما عنديش فهحط دي معلقة كبيرة من الثوم المفروم اللي كنا خزناه مع بعض في الموسم بتاعه. انا غسلت اللحمة كويس قوي وسبتها علشان تتصفى. هبتدي بقى ان انا اخلط التوابل دي كده مع بعض. اول حاجة ملح وفلفل وبابريكا والسبع بهارات، برضو كنا عملناها مع بعض في فيديو قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعها هي والثوم في صندوق الوصفة. دي خلطنا التوابل اهو. اول حاجة ان انا هعملها هجيب طبق وابتدي اخد الموزة بتاعتي احطها في الطبق كده، وبسكينة يكون سنها رفيع، وابتدي اعمل شقوق كأننا هنعمل لحمة باردة، شقوق كده على مسافات متباعدة من الجهتين، يعني تكون عميقة كده شوية والفتحة تكون تقريبا سنتي تمام في كل الجهات بتاعة لحمة الموزة. فأنا هعملها هي القطعة التانية برضو، هعمل فيها شقوق كده من الناحيتين وأوريكم هنعمل فيها ايه بعد كده. خلاص اللحمة بتاعتي الموزة انا عملت فيها شوق كده بالسكينة حوالين داير يعني من كل جهة. لو انا عندي توم صاحي هحط التوم في الفتحات اللي انا عملتها دي كده، فانا هاخد يعني جزء من التوم المفروم وحاول ان انا ادخله في الفتحات دي اللي انا عملتها. احنا كنا عملنا مع بعض قبل كده الموزة بس صينية، برضو هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان لو انتوا حابين تعملوها بطريقة مختلفة. طبعا لو هي في صوص توم هتبقى تسهل علينا ان هي تخش على طول في الفتحات اللي احنا عملناها اهو. برضو ممكن نتبل الحتت المفتوحة دي. انا هدخل بقى الثوم المهروس ده، او لو انتوا عندكم زي ما قلت الثوم الصحيح، هدخله في الفتحات وبعدين نرجع مع بعض نشوف هنكمل باقي وصفتنا ازاي. وخلاص انا دخلت الثوم المهروس في الفتحات اللي احنا كنا عملناها وحطينا شوية كمان كده من على الوش. هبتدي بقى اخد التوابل اللي معايا، ملح وفلفل وسبع بهارات والبابريكا، وابتدي ارش على اللحمة بتاعتي وادعكها كده واقلب من الناحية التانية وبرضو اديها رشة وانزل كل التوابل اللي معايا على اللحمة. وابتدي بقى ان انا ادلك اللحمة بتاعتي كلها بالتوابل اللي معايا، كأننا بنعمل للحمة كده ايه مساج بكل التوابل. يعني هغلف كده اللحمة كويس بالتوابل وارجع لكم. غلفت الموزة بتاعتي بالتوابل، ملح وفلفل والبابريكا وسبع بهارات، وقبليها كنت عملت شقوق في اللحمة ودخلت فيها انصاف من الثوم، او لو مش موجود هتدخلي ثوم مهروس، بس تحاولي تدخليه كويس في الفتحات او الشقوق اللي احنا عملناها. هعمل ايه دلوقتي؟ معايا كيس حراري
زي اللي احنا كنا عملنا فيه الفراخ قبل كده اهو. وهبتدي ان انا احط اللحمه بتاعتي وابيتها في الثلاجه لغايه تاني يوم. عايزه اقول لكم ريحه الثوم مع ريحه التوابل فظيعه جدا، حلوه جدا جدا جدا. ياخد بقى اي بواقي هنا من الثوم او من التتبيله ويحطها عليها. هغسل ايدي وارجع لكم. اللحمه بتاعتي اهي حطيتها في الكيس الحريري زي ما قلت لكم. هبتدي ان انا اقفل عليها. الكيس الحريري بيجي معاه زي قفل ليها كده، فهبتدي ان انا اقفل اطلع بس الهواء كده منها والف السلكه دي على الكيس كده والفه، وانا كده قفلت الكيس. هسيبها بايته في الثلاجه لمده ليله، يعني من بالليل للصبح، وبعد كده نشوف هنعمل ايه ونسويها ازاي. وادي عرق الموزه اهو سبناه لتاني يوم في الثلاجه. هبتدي ان انا اجيب شويه خضار، اي خضار بقى انتوا تحبوه. انا حاطه هنا بطاطس، حاطه جزر، حاطه بصل، حاطه كوسه، وحاطه كمان قرنين فلفل حامي. لو انتوا حابين تستغنوا عنهم ممكن تحطوا فلفل رومي. بصوا انا مقطعاهم صوابع بس تخينه شويه. هبتدي ان انا اعمل ايه في الخضار دون. هجيب اي طبق كبير او اي بوله كبيره كده، وهبتدي ان انا املح الخضار بتاعي علشان احطه مع عرق الموزه يستوي معي. مش هكتر الملح، حبه بس كده، والملح طبعا على حسب الذوق. هحط رشه من السبع بهارات، يعني قد نص معلقه صغيره، وهحط كمان فلفل اسود نص معلقه صغيره عشان الخضار كمان يبقى طعمه متملح. هبتدي بقى اقلب الخضار ده كويس قوي في بعضه. زي ما قلت اللي حابب يستغنى عن الفلفل الحامي وحط فلفل اخضر، فلفل الوان، دي حاجه ترجع لكم. طيب هبتدي اعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي افتح الكيس الحراري اللي احنا كنا مبيتين فيه اللحمه بتاعتنا، وابتدي بقى ادخل الخضار بتاعنا علشان يستوي مع اللحمه. تقدري انتي تشكلي الخضار زي ما تحبي او زي ما اولادك يحبوا. انا هحط كميه الخضار بتاعتي وبعدين ارجع اقول لكم هنعمل ايه. حطيت كل الخضار بتاعي، وطبعا يكون الكيس مناسب جدا لحجم اللحمه وحجم الخضار اهو. زي ما انتم شايفين الخضار يبقى اهو من تحت، واللحمه والفلفل حطيته من فوق. وهبتدي ان انا اقفل الكيس بتاعي كويس بالقفل اللي بيجي معايا اهو كده، وابرمه بحيث ان هو يتقفل كويس. تمام، ادي اللحمه بتاعتنا بالخضار، وهبتدي ان انا افتح في الكيس بالسكينه الرفيعه كده كام فتحه في الكيس علشان البخار يطلع منها والكيس ما يفرقعش. كام فتحه كده اهو. وكمان هحط في الصينيه بتاعتي كوبايتين من الميه السخنه، وهدخل بقى الصينيه الجميله بتاعتي دي في الفرن. الفرن تكون سخنه قبل كده، هنحطها في الرف الوسطاني على اعلى درجه، وبعدين نهدي النار شويه ونسيبها تستوي. تقريبا هتاخد يعني من ساعه ونص، يعني من ساعه لساعه ونص على حسب الفرن بتاعتك. هدخلها الفرن واوريها لكم لما تستوي شكلها هتبقى عامل ازاي. وادي الموزه اهي بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن.
هبتدي بقى ان انا افتح الكيس بالراحة، نخلي بالنا عشان السخونة بتبقى جامدة جدا. اهو بصوا بجد ريحتها حلوة قوي قوي قوي. هبتدي بقى ان انا اسيبها تهدى شوية وبعدين اطلعها في الاطباق واطلعها اقدمها وهوريها لكم. وادي الموزة بتاعتنا بعد ما طلعناها، هنبتدي نقطعها شرايح كده او ارفع شوية زي ما تحبوا. عايزة اقول لكم مستوية حلو جدا جدا من جوه. هنقدمها مع الخضار اهو، برضو الخضار مستوي، وكمان هنقدمها مع رز بشعرية، رز ابيض، زي ما تحبوا. اتمنى تكون الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة وتكون عجبتكم. استنونا في فيديو جديد ووصفة جديدة، مستنية تشجيعكم، مستنية تعليقاتكم في القناة. باي باي.